طبعا تم متابعه الحاله الاداريه حسب النشرات التي وردت لنا من قطاع المركز الوطني لقطاع الاصفاد، وكانت الحاله في البدايه على حاله منخفض من منطقه فقط منخفض، بعد ذلك تطورت الحاله الى منخفض جوي مداري على بعد من سواحل سقطرى 920 كيلو، تمركزت على خط عرض 9.3 شمالا، وعلى خط طول 61.7 جنوبا شرقا بحر العرب، وبعد ذلك تحولت الى حاله منخفض جوي متعمق على بعد من سواحل سقطرى 750 كيلو، وبعد ذلك تطورت الحاله الى اعصار الى عاصفه اعساريه وسميت كيج. مركز العاصفه على طول 9.9 شرقا، وعلى خط طول 56. تابعنا هذا استاذ علي، تابعنا هذا منذ بدايه من ما قبل الاعصار، يعني ونحن نتابع هذا الموضوع. انا اقصد الان كيف هو الوضع في سقطرى الان لو سمحت؟ الحمد لله الوضع في سقطرى الوضع طيب والامور طيبه، ولكن لا يوجد هناك اي حاله وفاه، لكن حسب ما بلغ لنا حسب المعلومات اللي وصلت الينا ان هناك في تضرر في من اختبارات في ميناء الخميس سقطرى، مما ادى الى ان تحطم السفن. توقفت الامطار، توقفت الرياح؟ الامطار توقفت والرياح ما يعني توقفت، ما فيش اي مشكله اخرى.